الاهلي لعب ماتشين في كاس العالم للانديه، وعايز اعرف تقييمك للماتشين. يعني خلينا نتكلم في ماتش اتحاد اميدو. كان الاهلي قبل الماتش كان ملخبط جامد، يعني كان في الدوري المصري كان عنده تعثرات كتيره. في ماتش الاتحاد فاجئنا بمستوى كلنا كنا مبسوطين منه جدا. الماتش التاني ماتش فلومينيزي كان ماتش مختلف شويه. انا فلومينينزي فلومينينزي ماشي ماتش مختلف شويه. وجهه نظري الشخصيه ان الاجهاد اثر جدا على النادي الاهلي، يعني بذلوا مجهود كبير جدا في ماتش اتحاد جده. وانا وجهه نظري الشخصيه ان كولر ادار الماتش مش احسن حاجه. بمعنى ان انت بتلعب فرقه بتلعب كره بالطريقه دي، رتمها بطيء، بتتقل على كورتها، الكلام ده ما ينفعش. تقول تضغط عالي وتلعب برتم عالي، يعني انت ما ينفعش تعلي رتمك على فرقه عامله كده. فطبيعي الشوط الثاني، طبيعي الشوط الثاني كان رتمك هيقل وكان اللياقه البدنيه هتقل. انا مشكلتي كانت مع كولر رميدو في الماتش ده ان هو كان لازم تغييراته تبقى بدري سنه. كان باين جدا ان في 3 4 لعيبه في وسط في الملعب خلاص مش قادرين او حالتهم البدنيه قلت. كان لازم مثلا في الدقيقه 55 الدقيقه 60 تنزل 2 او 3 لعيبه، تعمل تغييرين او 3 ينشطوا لك الفرقه اكتر من كده شويه. لكن التجربه اوفرول فيها مكاسب كبيره جدا. انا شفتك اتكلمت على المستوى الفردي لبعض اللعيبه. انا بالنسبه لي ياسر ابراهيم ما شاء الله عليه في البطوله دي، بالنسبه لي رجع 54 اضافه كبيره جدا. الشناوي طبعا بسم الله ما شاء الله عليه في حته تانية بجد، ده اللي في حته تانية خالص يعني. لكن كولر اميدو عنده نفس المشاكل، عنده مشاكل في تغييراته. وانا بقول ان هو كان بيعمل روتيشن غلط من قبل، كنا اتكلمنا في القصه دي قبل كده، ان هو كان بيعمل روتيشن غلط من ماتشات الدوري. واكبر دليل على كده ان انت راجل زي كوكا ده، لو انت ناوي تبدأه ماتش اتحاد جد، الطبيعي في التدريب والطبيعي اللي احنا كلنا عارفينه ان انت بتدخله في الاول، تدخله ماتش يلعب 60 دقيقه، ماتش 75 دقيقه وبتاع، ان هو يبقى رجله في الملعب عشان لما يخش ما يبقاش بعيد. صحيح. فانا بالنسبه لي التجربه اوفرول طبعا تجربه كويسه جدا، واتمنى ان الماتش الجاي يعني الاهلي يعني يكسب باذن الله.